مسلسل هو مسلسل الإخوة طبعاً. عم نلعب شخصية نور، شخصية الأخ الأكبر لأربع أخوات. الآن المسلسل طبعاً الهوى صار الكلام يعني عن طبيعة المسلسل، أحداثه تقريباً معروفة بشكل منيح. هو أكبر الأخوات، بيديروا شغل مهم في الإمارات بشكل عام بدرجة أساسية بين أبو ظبي وبين دبي. الموضوع ما هو يعني مثل ما صاروا المشاهدين بيعرفوا، موضوع تركيبات نفسية، علاقات أسرية كيف بيصير جواتها، علاقات حب أحيانا، علاقات خيانة أحيانا، علاقات فاشلة أحيانا، علاقات ناجحة أحيانا. هذا المسلسل بكل يعني بالإجمال الوسط يعني قصة وحدوتة بتشد فيها شوي من الساسبنس أحيانا شوي زيادة، بس هذا بفتكر إنه إن شاء الله يكون مسلي وممتع للمشاهدين. الميزة الأساسية بدرجة أساسية هو إنه المسلسل 90 حلقة، ونحن كممثلين وحتى كفنانين ويمكن كفنيين نتمنى كنا دائما نلاقي الشرط المناسب للخروج برا حسبة رمضان، لأنه رمضان مكان يعني عم تعج فيه المسلسلات، فبالتالي هذا عم يأثر بشكل سلبي على أعتقد المشاهدين، وعم ينعكس كمان على الفنانين. رغبتنا نشاف بشكل أكبر، رغبتنا نتفرغ أكثر لشغلنا، فهذا عم يتحقق بالمسلسل عم يتصور خارج رمضان. المسلسل هذا 90 حلقة هون الجديد بالتجربة، متعبة إيه نعم جدا، خصوصا إنه يعني امتدت لفترة ما كنا نحن متوقعين أنه تمتد لهي الدرجة، فدخلت مع التزامات إلي وزملائي كمان الفنانين ببلدان تانية، فهذا صعب شوي الموضوع. أنا أصور مسلسل بمصر وبيجي لهون، لكن الجو حلو والتنسيق شغال، يعني رغم التعب مستمتعين. بأبو ظبي كل شيء رائع وجميل إلا لما بيصير في حر، نقول حياة نتعب يعني، لكن مع يعني شوي التنوع اللوكيشنات بين خارجي وداخلي الموضوع ممكن يكون. يعني احنا بلشنا بشهر 2 كان جو رائع، كان الواحد احيانا حتى بالليل يكون في بروده شوي، بس هلا يعني طبعا مع جاية الصيف نحن يبدو مكملين يعني حتى لما بعد رمضان. فالله المستعان. تجربه بابو ظبي تجربه بعتقد ناجحه، كل شيء منظم من خلال يعني صورنا بعده اماكن، صورنا امام ابراج الاتحاد، صورنا بالسعديات، صورنا بعدة أماكن، مطاعم، فنادق إلى آخره. أعتقد أنه هي يعني مدينة جميلة يعني تستحق الاهتمام من ناحية المنتجين، من ناحية الصورة، يعني الصورة في عدة لوكيشنز حلوة كتير ممكن تستخدم لعدة أنواع من الأعمال، مو بس لنوع عمل مثل عمل. فالحقيقة نحن سعيدين هون ونتمنى أن يتم الأمور ويتم المسلسل على خير إن شاء الله.